المسلمين، هذا هو الموعد الثقافي اللي نصافحكم به كما كل مساء، وسعيدة إن نجيوكم ديما بالجديدة جديدة على ساحة ثقافية. احنا ديما نشجعوكم انكم تكونوا مواكبين، واذا ما اتاحتش الفرصة انتم قاعدين في دياركم نخليكم تمشيوا معنا وتتابعوا اهم هذه المواعيد، فمرحبا بكم لسلكن. شكرا لطوق ياسمين. كما تعرفوا عنا موروث ثقافي كبير، وكل جهة تتميز بعاداتها وتقاليدها، وهذاك علاش احنا باش نمشيو للمنستير وين نظمت المندوبية الجهوية للثقافة تظاهرة تعبيرات من التراث، ونلقاو فيها عديد الفضاءات اللي خاصة باللباس التقليدي وأيضا بالأكلات التونسية وبالصناعات التقليدية. كل هذه الفضاءات أضفت جمالية كبيرة في ساحة الفنون بالمنستير. خلينا نمشي ونستمتع مع بعض. شكرا لطوق يا سمير. تعبيرات من التراث تظاهرة ثقافية لتثمين المخزون التراثي لجهة المنستير والساحل، احتضنتها ساحة الفنون بالمنستير في إطار شهر التراث. الشعار متاع السنة هو ابتكار تراث ابتكار واستثمار. إذن تعبيرات من تراث المنستير الدورة الثالثة للتظاهرة هذه السنة، إذن أردناها دورة مفتوحة على الحرفيين على الابتكارات. احنا في صلب الموضوع، اذا في كل المجالات الحرفيه وكل المجالات الفنيه. برنامج متنوع ومتكامل يجمع بين الصناعات واللباس التقليدي والمأكولات الشعبيه والعروض الفنيه. إلى جانب كل المعارض والورشات اللي تأملها كذلك دور الثقافة بولاية المنستير، عروض تنشيطية للعائلة فولكلورية موسيقية، وتختتم التظاهرة بعرض موسيقي كبير للفنان منير العرقي، عرض استنبالين لادونغا، العرض التراثي الأسمر التونسي اللي بتشوفه لأول مرة في مدينة المنستير. ساحة الفنون بالمنستير تحولت إلى معرض متنوع المكونات للموروث التقليدي الذي يصارع بعض حرفيه العديد من المصاعب. نعرض في الحلو، حلو عربي وسوري صنع يديا. عندي صاحباتي اللي يعملوا في الكسرة، خبز دياري، يقطروا في الزهر، بسيسة، جميع الأنواع، برشا عطورات، شربة الشعير. الناس الكل تخدم فيها بالليد، معناتها كل واحد يخدم في صنعته بيده، الكل في الديار، وحاجة نظيفة وحاجة باهية. لا كوستي بالشركاو اللي متكون بالهريسة وبصل، وفي معناتها الهشكم في الشيح، وإذا شركاو مش نكشروا بالكعبة الكعبة، نحطوا الشركاو مع بعض ونحطوا برشا ملح ونكسكسوا نكسكسوا حتى يخرج الملح نتاعو. قاعدين نقريه في المعاهد العليا للفنون والحرف باش تتنقل المهنة دي متاع الفتيفتاء وترميم القطاع الأثرية من جيل إلى جيل، والحمد لله بعد ما بدينا نعلموا فيهم في الفتيفتاء ولينا احنا نتعلموا منهم، لأن دخلوا الطلبة مع الفنون ولاو هم يدخلوا الفتيفتاء في المصوغ، ودخلوا في الموبيليا، ودخلوا في عدة مهن أخرى. عادش والله العظيم، الزهر العباد كل كبرت، وحتى من الصنعة قل، السلعة قلت، الزعف قل، الصبغة الأيام الكل والله لا فما، تو ربي يحيينا الكعبات خمسة ست كعبات في البقالطة مازالوا يخدموا فيها، وغلاون الزعف برشا برشا والديس،
وان شاء الله تو جابس تعمل علينا مزيد تجيب لنا السلعه. الملتقى الوطني للفن والتراث هي محطة سنوية، هذه الدورة الرابعة. استضفنا فنانين من كامل تراب الجمهورية، من توزر وبن زرت ومن عدة أماكن أخرى، وهذه معناها مناسبة ل يعني المساهمة في التعريف بتراثنا. و كما تشاهدوا هما يعني الفنان هو ما تنجمش تلزمه باش في موضوع معين، لكنه مو تأثير حتى متاع الأجواء هذه، هو يجعل الفنان يستوحى من التراث بطبيعته. وهذا قاص الفخار المكنين قاعد يصدر بنسبه 100%، كل اللي يخدم للتصدير للجرده لاوروبا كامله لامريكا، وصل لنا الاغلبيه من دول العالم. كنا ناقصين شويه دعم، ماذا بينا الدوله تعتني اكثر. تعبيرات من التراث، مهرجان متنوع الالوان والمعروضات، احتفاء بالثقافه الشعبيه بكل تجلياتها. التظاهرات الرياضية تنجم تتحول إلى تظاهرات ثقافية، هذاك علاش باش نمشيو للوردانيين من ولاية المنستير وين باش نشوفوا أجواء واحتفالات كبيرة في إطار الاستعداد لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم بموسكو. خلينا نمشيو ونشوفوا الأجواء الاحتفالية. شكرا لطوق يا سمير. احتضنت مدينة الوردانيين تظاهرة رياضية ثقافية بمناسبة لقاء الفريق الوطني الإسباني لكرة القدم المصغرة مع المستقبل الرياضي بالوردانيين في إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم للأندية بموسكو خلال هذا الشهر. تظاهرة امتزجت فيها الفنون الرياضية بالفنون الشعبية والتراثية تعبيرا عن حفاوة الاستقبال. قبل هذه تأتي في إطار تحذيرات المستقبل الرياضي بالوردانيين للمشاركة في كأس العالم للأندية بموسكو. اليوم يأتي المنتخب الإسباني وتشرفنا به في مدينة الوردانيين، ومش تكون مقابلة تعطي صورة كبيرة وتعطي صورة جيدة لمدينة الوردانيين والكرم مدينة الوردانيين، وتعطي البعد الثقافي والبعد التاريخي لمدينتنا ولتونس بصفة عامة. تظاهرة رياضية ودية تحولت إلى مهرجان ثقافي امتزجت فيه التعبيرات التراثية بالسياحية تعبيرا عن التقارب بين الشعوب واحتفاء بالفريق الإسباني. هي مناسبة في مقابلة في كرة القدم تكون سياحية ثقافية، تعريف بالجهة متاعنا، التراث متاعنا، الثقافة متاعنا، وكذلك كل المعالم السياحية. لكم شفتوا المشورات، الخيالة، الورشات زي التقليدي، رياض الأطفال الصغيرات. دوك حبينا نوريهم الضيافة في تونس والكرم متاع تونس، وأنه تونس بلد مضيافة وبلد فيها السلم والسلام وبلد يستطاب فيها العيش، وبلادنا مزيانة وجميلة وباهية، ونحبوا يرجعونا ويجيونا كسواح، وهذا هو الهدف. انطباعات طيبة عبر عنها المشاركون والضيوف في أسمى رسالة لدور الرياضة والثقافة في تقارب الشعوب ورسم صورة مميزة عن تونس.
تاريخ الوردانيين متجذرة في النضال ومتجذرة في بناء الدولة الحديثة وأهدت التونس ما بعد الاستقلال وحتى قبل الاستقلال عديد القيادات سواء الذين قادوا معركة التحرر الوطني وجابوا الاستقلال أو الذين كانوا أسس بناء الدولة الحديثة. ولليوم رجالات الوردانيين مازالوا حاضرين في تونس سواء في جهة الساحل أو في غيرها من جهات الجمهورية باش يواصلوا عملية البناء. حضوري اليوم حضور شخص متواضع ولد البلاد، سواء كنت في الكاف أو في توزر أو في الوردانيين، بالنسبة لي أنا كلها أرض تونس، وتونس صغيرة في الجغرافيا لكن كبيرة في التاريخ وكبيرة في معانيها. اليوم احنا اليوم نتصدروا قائمة البلدان الأكثر ديمقراطية والأكثر تحرر على مستوى حرية الصحافة. وقت نجي الوردانيين ونشوف الفرحة هذه ونشوف الناس قاعدة تحتفل ونشوف التمازج الذكي والحلو بين التراث وبين المعاصرة، بين عاداتنا وتقاليدنا، بين هالمشاهد نتاع الفروسية الحلوة وبين المنتخب الإسباني، وما أدراك ما المنتخب الإسباني بأشهر نجومه يجيوا للوردانيين ويشاركوا أهالي الوردانيين في الاحتفال هذايا، ما نجم نكون إلا في غاية السعادة، لأنه اليوم في تونس ما أحوجنا للفرحة. مرحبا بك. مرحبا. قاعد ناكل في الطابونة بزيت زيتون. يعني المغزى من المقابلة هذه في الوردانيين هو أعطاء صورة حقيقية على تونس في الداخل، لأن الإعلام الغربي قاعد يشوه في صورة تونس ومشيلهم في أفكارهم اللي في تونس الموتى مطيشين في كل بقعة في الشارع. احنا جبناهم الداخل في عمق تونس في الوردانيين اللي منطقة التوانسه الكل يعرفوها من نضالها ومن رجالاتها اللي وقفوا وجه الاستعمار، يعني جبناهم لهنا باش يعرفوا يشوفوا الشعب التونسي واش عايش ويرجعوا لليقين اللي تونس بلد الاستقرار، بلد قاعد تخدم على روحها، بلد قاعده تطور، والحمد لله. يعني هم بنفسهم باش يغيروا افكارهم وباش وقتها يحكيوا، لان هذوما نفسهم المنتخب الاسباني وقت استدعناهم في كره القدم الشاطئيه رفضوا المجيء الى تونس، قالوا لا ما نجيوش بلد ارهاب تونس. أخي احنا اليوم أكدنا لهم اللي تونس بلد العيش، بلد الابتسامة، احنا ضد، احنا نحبوا الحياة ما نحبوش الموت. أنا جبت إسبانيا ونعرف إيش معناها خايفين من تونس، نعرف إيش معناها تونس يشوفوا فيها يخلطوا ولا يشوفوا فيها برشا دول أخرى، يشوفوا إرهاب، يشوفوا برشا حكاية. اليوم زيارة باردو، اليوم زيارة سوسة، فسخت لهم برشا ذكريات أليمة، فسخت لهم برشا حاجات غلطة على بلادنا. اليوم يكلموا في أصحابهم ويدعوا في عائلاتهم باش يزوروا البلاد هذيا. اليوم ولو حبوا تونس يعني حب ما كيفوش، اليوم أثبتنا للعالم اللي بلادنا راهي بخير. اليوم نقول رئيس تونس مازالت واقفه، تونس مازالت قادره تضاف اكبر تظاهرات رياضيه وثقافيه في العالم. أنا أشكر المنظمين على الأجواء الاحتفالية والحفاوة. أنا منبهر بحفاوة الاستقبال وكامل الفريق يحب تونس ويحب شعب تونس. والحمد لله هما ذل كامل اللي تكلم الناس عنه، عن تونس تونس الحمد لله تونس عادت دولة عادية يحسوا بالأمن قالوها هما. المستقبل الرياضي بالوردانيين مرشح إفريقيا لبطولة العالم للأندية لكرة القدم المصغرة، عنوان لرياضة واعدة ورسالة للعالم بأن هذا البلد آمن ويحتفي بضيوفه. وصلنا معكم اليوم إلى ختام هذا العدد من طوق الياسمين، باش نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. تكونوا ديما أوفي للمجلة الثقافية طوق الياسمين ولبرامج الوطنية الثانية. توصلكم أحلى وأجمل وأرق تحية من كامل أسرة فريق برنامج طوق الياسمين. يلا مبقى لكم شي نقول لكم، إن شاء الله ليلتكم أحلى ليالي، تصبح على خير الناس الكل. شكرا شكرا لكم.